على تمره انشي. افتح شباك للنور يا عادي والجاي كله راح يبقى وردي. يا بلاش نعدي في شارع حمرا ما تيجوا نعمل موتورنا عمرا. ودوري أرضي مسيري هسكن يوم في العالي والنور مسيره هنا هيعدي وأكيد في يوم راح تحلالي. مش عايزينها سلطة بلدي. انا مش مصدقه اني قاعده مع كابتن ابو قتب اشهر مهاجم في النادي الابيض. معقوله دي حقيقه مش حلم؟ يا كرومبتي انت عارفه ان انا الكاس لاي بنت تتمنى انها تفوز بيه، بس المهم انا بحلم بايه. وانت بتحلم بايه؟ زمان كانت احلامي صعبه وبعيده، بس الامل هو اللي بيسندني. يعني اول حلم في حياتي اني اجيب كوتشي ماركه. وبعدين حصل وحياتك في نوفمبر 95، كانت لحظات تاريخية سجلتها وأيدتها بحروف من نور وجبت حاجة مستعمل بس نضيف. هي دي كل أحلامك؟ لا، بعد الكوتش الماركة قلت مفيش مستحيل وحلمت أني ألعب في فريق عفاريت المعداوي. وبعدين للأسف جابوا شيخ صرف العفاريت. يا أبو قتب أنا بتكلم على حلم كل الولاد والبنات، الحلم الكبير. ما تحرجنيش بقى، ده حلم مستحيل. ليه مستحيل ليه؟ بالعكس، ده الحلم ده بالذات، ده انت لو بصيت بس قدامك هتلاقيه كده، هتلاقيه قريب قوي منك. قريب ازاي؟ حلني بقى في كاس العالم 2015. يوه 2015 ايه، احنا في 2010 دلوقتي. انا قصدي على احلامك دلوقتي، مش نفسك كده في حاجة حلوة تحصل، احساس تدفع نص عمرك وتعيشه؟ طبعا نفسي. انتي قصدك الحلم اللي بالي بالك؟ ايوه اللي بالي بالك. ما انتي عارفة يا حياتي اني حموت ويحصل. ايوه بس لما تقولها هيبقى ليها طعم مختلف. ما تتكيش على مشاعري بقى. وحياتي عندك لا تقولها يا كرومبو. ما انتي عارفة بقى. طب وحياتي تقولها. بحلم بالفريق الابيض ياخد الدوري بقى. يا بنتي انا مش عارفه بصراحه، يا كيومبا انت كل وقعه والتانيه غيبه، والله حاجه غيبه جدا. لا ما تقولوش كده عليه، ابو قتب جميل. يا بنتي اسمعي كلامي، الواد ده شكله كده بيلعب بيكي. يعني قالك بحبك؟ طب قالك هخطبك؟ طب قالك حتى هتجوزك؟ لا بس كل حاجه فيه رومانسيه. الكابتن المقدب ده يومنسي. ابو قتب حتى شوفي اسمه، دي رومانسيته في رجله. بعشق شلوته اللي بيعبر عن حبه ووفاءه للنادي الأبيض، بموت في إخلاصه وعطاءه وهو بيلعن سلسفين أي نادي تاني. يا سلام يا سلام على رومانسيته. طب وحتقولي إزاي لأبوكي إن أنتي هتتجوزي واحد أبيضاوي وكمان مهاجم؟ طب يعني لو كان جهاز فني كنا قلنا احتمال. نكد
هو انا لما اقول لك بتحبني ولا لا يبقى نكد؟ بص يا ابو قتب، من الاخر كده انا حاسه ان انت بتتلاعب بمشاعري. طب ان شاء الله اطفح البيض اللي جاي ده، ولو استفيد من طاقته. انا عمري ما تلاعبت ولا رقصت عواطف حد. اول ما الاحساس بيجيني ما بفكرش، باصي بشوط دغري. وانت لسه ما حسيتش بحاجه؟ حاسس ان مشاعري مزنوقه بين اتنين مدافعين رزله بيكسروا عليا. اذا انا مضطر اخرج من ملعب حياتك. يا بنت افهمي بقى، اصل انا لسه لاعب في بداية طريقي، ما عدتش حاجز الخمسة مليون، يعني شحات وسط اللعيبة زمايلي، ومش عاوزك تتلطمي معايا يا بنت الناس، انا خايف عليكي. يا ابو قطب افهمني، انا بحبك، ده انا كلها معاك بدقة. يا بنتي انا ما حلتيش غير تلات فيلل في المدن الجديدة، وما عنديش غير شاليهين في المصيف، مش عاوزك تتمرمطي معايا. تلات فيلل وشاليهين يا حبيبي؟ ده لو فيلا واحدة بس ببسين استحالة استحالة سيبها، استحالة سيبك. خلاص أمري لله، شوفي لأبوكي فاضي امتى. سلا 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 بلدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ الليلة. عايز نزين كحيلة لعن وعيشته حلوة وجميلة. دلع يا عارس يا ابو الحسن نايلو، دلع يا عارس وعروستك نايلو، الواد فجله حماته حباه، اي اي من سغروره جايه معاه، اي اي وبتديله على قفاه، ابو الحسن نايلو. بقى كده يا مشمش بتجوز بناتك وما تقوليش، عيب يا راجل. لا دي فقره الفن الشعبي، الفرقه دي بتعدي علينا كل شهر. فيت ايه يا بابا؟ كيومبا جايلها عايز بجد وجايه تقول لكم عريس. او قولوا له حمص مش موافق. يا جنينه، هو انت مش هتسمعنا حسك؟ الله، ما انا لسه قايل عريس ابو لسان نايله، انت ما سمعتيش ولا ايه؟ طب اتنيل، قولي لي يا بت قفشتيه فين ولقيتيه فين؟ يا برنجانه قفشتيه دي، ما تنقي ملافيظك اوليه انت. قولي لي يا كرومبا استطيع منين يا بنت؟ لا والله يا بابا، ده هو اللي جري ورايا بالشهور والاسابيع والايام. ويا ترى حالته الماديه ايه؟ مريش ولا الحب من اجل الحب؟ ده مليوني. تلاقيه قد ابوها. لا ده اكبر مني بسنتين بس، وفي كامل لياقته البدنيه. لو عضله الترابيس عنده تمام يبقى الف مبروك يا بنتي. صحيح، عقبال ما تتكحل العاميه يكون السوق اتفض. اما اروح اكلمها في التلفون اشوف ايه اللي اخرها. بس يعني هي لازم تروح للمزين؟ ما هو عارفها كويس انك معايا يا كوسا بيه، احسن انا متلخبط اخر لخبطه. لا عيب عليك، انت ما سمعتش وهم بيقولوا العريس مليونير؟ الله الله، ايه الدوشه دي؟ ايه اللبش ده؟ في ايه؟ خش خش خش، ما تكسفش، اعتبر ان البيت بيتك وامرح فيه كما تشاء. او تعال هنا. مين ده حمص؟ ده واحد اتعرض لافظع الافعال الفظيعه، افعال تشيب لها الشعور وتقشعر لها الابدان، واخد بالك انت؟ لحد ما وصل البطل حمص لبير السلم وانتشله من وسط شباك الجماهير السايله الغضبانه، زي ما عمل الفار لما ارقد شبكه الاسد، فاهم انت؟ بس الفار لما خلص الاسد ما خدش منه حته بميه قبل ما يقرض. يا واطي، يعني الراجل وهو في عز ازمته وزنقته تاخد منه 100 جنيه وما تبصليش؟ بعدين بعدين يا كوسا بيه بعدين. انا مش هتقل عليكو، 10 دقايق بس الناس تنفض وهمشي على طول. انا اصلي جاي لناس جيرانكم هنا. بس ليه بقى الناس دي كانت بتجري وراك؟ ما عرفتكمش بنفسي، كابتن شربيني ابو اتب، اشهر مهاجم فيك يا نادي الابيض. ابيضاوي؟ انا هرسوح، جايب لي لعيب ابيضاوي في بيتي يا حمص. هو الاخ احمراوي؟ حاول تعقل، انا ممكن اعمل لك عضويه مجانيه في النادي الابيض. ليه يا اخويا؟ هو انا ناقص كسره نفس؟ يا ابني يا ابني، انت فاكر ان الفريق الابيض ده بيلعب كره قدم؟ امال ايه؟ ده احنا بنلعبهم الكلب الحيران. دي نفسنا وسواد من نجاحنا، الكلام ده بتقوله لاننا اهم نادي، لاننا داخل المنافسه.
أتبنك داخل المنافسة وخارج بسرعة. لا حلوة كوسبي. لا 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 عيب كده مش عيب. عيب كوسبي مش معنى اننا سكعناكم مرة الستة ومرة اربعة انهم مش بيلعبوا، انما هما بيعملوا بالمثل اللي بيقول يا بخت من بات مغلوب ولا باتش غالب. تذكر تاريخنا يا استاذ المشرف وانجازاتنا دينا العريق. يا ابني ده انتوا اكبر انجاز عملتوه بنيتوا السور الابيض. انت لو متابع كنت عرفت ان الابيض داخل على انتفاضة. اسمع بس انت التحليلات وانت تعرف. ده مش تحليل كروي، ده تحليل بور. طب اسكتوا بقى، ما انتوا اخر مرة تلبيتوا وتاخد منكم كاس، بلاش الفشخارة دي. يا ابني ده احنا اللي سبناه عشان الحسد. صحيح، ليه يا ابيض على رأي الشاعر اللي قال ليه ما سبتناش ابرية وسيبنا ليه في طريق ما منوش رجوع. يا ابيض. طب وحيات كل لعيب اتشاط من نادينا وحيات كل جون دخل في شبكتنا، لا هنتدرب وهنلبكوا هنلبكوا هنلبكوا. يلا اقعد يا ابيضاو من هنا، يلا امشي غور من عندي، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. بابا انت بتعمل ايه يا بابا؟ ده ابو اتب، ابو اتب اللي جاي يخطبني يا بابا. انا مش عارفة ايه الحل يا ابو اتب، انت لو ضعت من ايدي انا هتجنن. انا مش فاهم ايه اللي حصل بس في الدنيا. زمان كان الحمراوي والابيضاوي اخوات، كان ممكن تلاقيهم بيسلموا على بعض. ايوه ده حقيقي، انا ما وعاش على الايام دي خالص. لا ده حصل دلوقتي، تلاقي كل واحد مش طايق التاني، يبقى الاحمراوي بيلعب في نهائي افريقيا والابيضاوي في الملعب شايل اعلام الصفاقس التونسي. امال انت عاوزنا نشجع مين؟ لا انا بقول لازم نقاطع ماتشاتهم اصلا. طب وبابا اقاطع يعني ولا اعمل فيه ايه؟ اتصرفي بقى يا كرومبا وخليكي حركة كده. والله فكرة، انا هتصرف. يا اختي هي اختك نايمة كده ليه؟ وانا ايش عيفني؟ تلاقيها مطبقة من مبايح. كرومبا انت يا بنت تعيد لي يا بنت. يا نهار اسود، البنت خدت المنوم كله؟ يا لهوي الحان يا مشمش. في ايه؟ الحان يا بابا، كيومبا انتهيت. البنت خدت 3 شرايط دواء منوم. بنتي يا ارنبيطه اكلب الاسعاف انت يا بنت. هكلمهم هوا. كرومبا حبيبتي، بنتي يا كرومبا، رد على بابا حبيبك، انا ابا. انت ما بتحبنيش يا بابا؟ لا يا حبيبتي بحبك، انا بحبك بحبك. امال ليه يا بابا ما رضيتش تجوزني ابو اتب ليه؟ يا بنتي ده كفايه اسمه، يعني اجوزهولك ولا اعالجك منه؟ عرفت بقى انك ما بتحبنيش، الوداع يا بابا. وعدي مني يا بنتي لو قمتي وبقيتي كويسه عوافق عليه. ومين قال اني تعبانه؟ دي شرايط كانت فاضيه اصلا. الله الله الله، بتقرطصيني يا بت. انت وعدت يا بابا. يعني مفيش احتمال ان يجيله عقد مع الاحمر؟ استحاله يا بابا، ده انا كنت سيبه. قد كده بتحب الابيض وواثقه فيه؟ جدا. متاكده؟ بقول لك جدا جدا. خلاص ماشي، لو الابيض غلب الاحمر بكره في الماتش تلبسوا الدبل والخطوبه بعد المباراه، ماشي؟ انما بقى لو اتغلبتوا يبقى ما شوفش وش عريسك ده تاني، ماشي؟ ماشي. هجومية حسب ما توقعنا وحسب ما الأمور. وانت مش كنت هتلعب معاهم الماتش ده؟ ايه اللي معادك هنا؟ لا انا عندي عضلة واستأذنت علشان خطوبتي بقى واللازم منه. ده لو غلبته خفيف. ان شاء الله هنكسب. يا ابيض يا ابو خطين هتروح من الاحمر فين؟ يا ابيض يا ابو خطين هتروح من الاحمر فين؟ هجمة للنادي الابيض، خش عليه، ها نطعها وباصي. ايوه باصيها لاخوك، باصيها لاخوك. جول. وهبا ايه هبا، ان شاء الله هنخطب. هبا ايه هبا، ان شاء الله هنخطب. الساعة بقى يا حمادي، هاتي ايدك يا كرومبا. لما يصفر الحكم اخويا لسه الماتش مخلص. يلا اجري شوت، يلا ادي بس اهو على يمينك اهو. ايوه ارفع ارفع بدماغك بقى. ايوه اديله وجون وجون وجون. هو ماتش وهنخلعك يا اللي الاحمر بيدلعك. هو ماتش وهنخلعك يا
الفل الاحمر بالله. سيداتي سادتي، دلوقتي زي ما انتم سامعين معايا، حكم المباراه بيعلن عن انتهاء المباراه السخنه بالتعادل 2-2. تعادل ايه؟ يعني ايه؟ هنعمل خطوبه ولا لا؟ لا كده بقى نستنى التصفيات. سلطة بلدي، سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي، الكل حاسسها لامسها شايفها عارفها فاهمها حافظها فاسها، ومين يتمنى السلطة تكون في بلدي. سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي، سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي، سلطة بلدي. مش ممكن يوم تزرع ياسمين وتلاقي كرفس، والناس بتكون ماشيين قدامه بنجري العكس، وتقاوح ولا يوم تمشي سليم، وتغالط قلبك والتعليم، وتشكك في الناس الفاهمين، وبتمشي في كل طريق ممنوع وكمان تضرب لي كلاكس. سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي، عيب ان انت تكون غلطان وتشوف الصح، وياك تتحسر على اللي زمان كان حلو ده، وتفكر ان الوقت خلاص، وتحط الرجل مكان الراس، وعلينا تفرج كل الناس وتقول راح نعمل ايه، ما خلاص ما السلطة في بلدي. سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي، في الحل وسيبك من شغل التقفيل، هتلاقي الحلم حقيقة وكله هيبقى جميل، دي الضلمة هتصبح ضي ونور، والصحرة هتطرح أحلى زهور، وهتعرف إن بقالك دور، ولا عمرك تاني في يوم هتدوق السلطة في بلدي. سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي، سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي، سلطة 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 بلدي.